حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح بن عباده حدثنا سعيد عن قتاده قال ذكر لنا انس بن مالك عن ابي طلحه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصه ثلاث ليال تابعه معاذ وعبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتاده عن انس عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم